لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حادثة نعتبرها كارثة غير عادية بتمن راست، توفي 34 شخص وأصيب 11 آخرون متفاوتة الخطورة في حادثة أليمة وقعت بولاية تمن راست بحافلة لنقل المسافرين متبوع بحريق في تمن راست. وأفاد بيان للحماية المدنية أن وحداتها تدخلت على الساعة 4:15 دقيقة من أجل حادث مرور مطبوع بحريق على مستوى الطريق الوطني رقم 1 منطقة أوتول بلدية تمن راست. وقالت قيادة الدرك الوطني في بيان لها نشر على صفحة طريقي أن الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 1 على مستوى قرية أوتول بلدية تمن راست. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.